بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعين الكرام متواصلين مع حضرتكم في هذه الأشواط المتتالية في صباح هذا اليوم لتعلن انطلاقة شوطنا الحادي عشر للإبكار. الإجذاع المحليات الأصايل، ننطلق مع انطلاقة هذه الشعارات وحضورها في عاصمة الميادين ميدان الوثبة لتعلن البداية وتعلن الانطلاقة في هذه اللحظات. نتقدم مع البداية، نتقدم مع الصدارة. أتابع صوغة الحاضر هنا، مبارك بن عيضة بن مبارك البريكي، من يقدم لنا شعار مع أول المراكز. المركز الثاني القادم الحذرة بشعار عبد الله بن محمد بن حمد الدرعي، من يقدم لنا شعار مع المركز الثاني. المركز الثالث القادمة والحاضرة سمحة في هذه اللحظات، يتقدم سالمين بن محمد بن سالمين العامري ليقدم لنا سمحة، بينما القادمة مع المركز الرابع. القادمة في هذه اللحظات حدث سالم بن سعيد بن مسلم الأعفاري، من يقدم لنا شعاره، بينما المركز الخامس القادم المسكة بشعار ناصر بن حمد بن عميره الشامسي، من يقدم لنا شعاره. المركز السادس، وتابع في هذه اللحظات شكله القادمة بشعار مطر بن سعيد بدعي الزحابي، من يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. المركز السابع الحضور والقدوم من عز لعلي بن ناصر بن سعيد الاعوسي، والمركز الثامن الحضور في هذه اللحظات والقدوم من شان القادمة شان الحاضرة خليفة بن مكتوم بن مبروك المحرمي في هذه اللحظات. المركز التاسع جبار لعمران بن حمد بن محمد العامري، يقدم لنا شعار بن مرحوم القادم في هذه اللحظات. المركز العاشر احضرت ووصلت في هذه اللحظات للطامة هي القادمة سالم بن حمد بن سلطان المنصوري. العشر المراكز الاولى، العشر الشعارات القادمة والحاضرة من اجل الفوز، العودة الى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول وإلى التحدي الأول. من تسيطر على البداية؟ من تسيطر على الانطلاق؟ الحذرة الحذرة هي الحذرة، عبد الله بن محمد بن حمد الدرعي يقدم لنا الحذرة في هذه اللحظات. الحذرة خطيرة يا إخواني، تنطلق على البداية، تنطلق على الصدارة في عاصمة الميادين، في أقوى الميادين. المركز الثاني القادم حدث، القادم حدث سالم بن سعيد بن مسلم الإعفاري قادما وحاضرا في هذه اللحظات ليقدم لنا شعاره، ليقدم لنا حدث. المركز الثالث القادم في هذه اللحظات شان خليفة بن مكتوم بن مبروك المحرمي القادم مع المركز الثالث. المركز الرابع اوصلت في هذه اللحظات واحضرت، أتابع الشكلة مطر بن سعيد بدعي الزحابي، من يقدم لنا شعاره. المركز الخامس القادمة سمحة سالمين بن محمد بن سالمين العامري، من يقدم لنا شعاره، بينما القادمة الحاضرة العنود أوصلت العنود، مرحبا يا العنود في هذه اللحظات. عبد الله بن راشد بن علي الكاسبي، من يقدم
يقدم لنا شعاره ايضا القادمة ايضا الحاضرة. مرحبا يا النويحس القادمة بشعار محمد بن عتيق بن زيتون المهيرية. من يقدم لنا النويحس؟ ولكن العودة، العودة الى الصدارة، العودة الى الانفراد الاول، الى الانطلاق الاول، الكيلومتر الاخير، الكيل الخطير. راحت الحذرة، راحت، حذرتكم منها وانذرتكم منها. الحذرة، الحذرة، الحذرة. عبد الله بن محمد بن حمد الدرعي ينطلق، ولكن المجازف، المجازف، النواحس، النواحس، والحذرة، الحذرة، والنواحس، ولكن الحذرة، الحذرة في الأمتار الأخيرة، في الأمتار الخطيرة. عبد الله بن محمد بن حمد الدرعي في آخر الأمتار، في آخر الأمتار، والنواحس بن زيتون قادم مع النواحس، 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 والحذرة، الحذرة يا الدرعي، الحذرة يا الدرعي. أمتار أخيرة، أمتار خطيرة، ما بين الاسمين، ما بين الشعارين. روحت الحذرة، روحت، روحت الحذرة. عبد الله بن محمد بن حمد الدرعي، الدرعي، ابداع وامتاع، ابداع وامتاع في عاصمة الميادين، في عاصمة الملايين، ميدان الوثبة، ميدان الوثبة. الركض غير، الركض غير. سلام يا عبد الله، يا ابن محمد، يا ابن حمد، يا الدرعي، سلام يا الحذرة، سلام على الفوز والانتصار. المركز الثاني النواحس اوصلت مع المركز الثاني. قدم محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، قدمت ايضا اداء وعرض مميز. المركز الثالث كان الحضور والوصول ايضا من شكله مطر بن سعيد الزحابي. المركز الرابع كان الحضور والوصول من العنود عبد الله بن راشد بن علي الكاسبي. والمركز الخامس وصلت مشاهدينا الكرام الكايدة أحمد بن مطر بن ماجد الخيلية. هذه الحذرة استطاعت أن تنتزع الناموس بكل جدارة في هذا الشوط. عبد الله بن محمد بن حمد الدرعي 7 دقائق 42 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. المركز الثاني النواعس بشعار محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ايضا قدم اداء يشكر عليه ابو سعيد مع ثاني المراكز، لياتي بالنواعس ويختطف ثاني المراكز في هذا الشوط. توقيت النواعس ولحظات وصوله 7 دقائق 43 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. المركز الثالث كان الحضور من الشكله مطر بن سعيد الزعابي، قدم لنا شعاره مع ثالث المراكز. توقيت ولحظات وصول الشكله مشاهدينا الكرام مع ثالث التحديات في هذا الشوط 7 دقائق 53 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوان.